وتكلمنا في الهيئات على وقفنا على قوله والإصرار في موضعه وهو ما عدا الذي ذكر، والتأمين أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها، لكن الصلاة آكد، ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به، وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها، وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة، فلو قدم السورة عليها لم تحسب. كنا وقفنا في قوله في الحاشية ولا يسن قراءة آية سجدة بقصد السجود، يعني ما يجيش يختار سورة فيها سجود تلاوة لغرض انه يسجد، هنا في الحالة دي لا يسن له، بل تكره في غير وقت الكراهة، بل تكره في غير وقت الكراهة وتحرم فيه. فلو قرأ آية سجدة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته، إلا في صبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل فقط عند الرمل. يعني في عند الشافعية بيقول لك لو قصد آية فيها سجدة بعد الفاتحة لغرض السجدة عالما بهذا الحكم فسجد بطلت صلاته، لأن كأنه جاب حركة زائدة. لكن لو هي تبع ورده، يعني هو بيقرأ من ورده العادي، فهي صادفت قراءته الورد العادي بتاعه، يعني هو ماشي بترتيب المصحف مثلا، بيصلي بترتيب المصحف، فجاء وقت صلاته آية فيها سجدة لا يضر، يسجد للتلاوة مفيهاش مشكلة. لكن لو قصد آية فيها سجدة لغرض السجود بهذه القيود كلها، خد بالك بهذه القيود كلها، هو سجد كأنه أتى بسجدة زائدة في الصلاة فتبطل صلاته، إلا في فجر يوم الجمعة لو قرأ بسجدة ألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة وقصدها وسجد لا تبطل صلاته لوجود سنيته. لكن لو قرأ أي سورة فيها سجدة غيرها وقصد السجدة في فجر الجمعة تبطل صلاته برضه، لأن الحكم يبقى مستمر، واخد بالك؟ فدي نقطة هامة، فقط عند الرمل أو بآية سجدة مطلقا عند ابن حجر، فيقرأ في الأولى بألف لام ميم تنزيل وفي الثانية بهل أتى، ولو قرأ في الأولى هل أتى قرأ في الثانية بألف لام ميم تنزيل وسجد، لأن صبح يوم الجمعة محل السجود في الجملة. يعني بيقول لك افرض ان هو قرأ سورة الإنسان في الركعة الأولى نسيانا، فيبقى يجيب سورة السجدة في الركعة الثانية، ده في فجر الجمعة، عشان يبقى صلاة فجر الجمعة لم تخلو من سورة الإنسان وسورة السجدة، لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الشافعية يواظب كل جمعة، كل جمعة يواظب عليه ما يتركهاش أبدا، خلافا لابن حجر في زاد المعاد، قصدي ابن القيم في زاد المعاد، يقول السنة هي عدم المواظبة عليه، ويستدل بأن النبي لم يواظب عليها طول حياته. طبعا كلامه قابل للمناقشة جدا، لأن النبي كان يشرع يعلم الناس، فلا بد إن النبي يتركها أحيانا عشان يبين للناس إنها ليست ضرورية، لكن لما استقر التشريع وتعرف خلاص يبقى المطلوب من إحنا ما بنشرعش، إحنا بنتبع النبي. فالنبي كان يود إن يواظب عليها كل جمعة، لكن لغرض التشريع تركها أحيانا عشان يبين للناس، فبان للناس والناس عرفت خلاص يبقى المطلوب مني إن أنا أستمر عليه. آدي رأي الشافعية كده، علشان كده لا تغترض بكل من يناقش في الفقه، يعني ممكن تقرأ كتب في الفقه وتجد مناقشات في صورة كلام كده منسق محترم، وهو في الحقيقة غير محترم، في الواقع غير محترم، علشان كده الواحد ياخد باله. واللي بيبين لك الحكاية دي حضورك على المشايخ، أما بتحضر على الشيخ ما تغترش بقى بإيه بالكلام اللي هو منسق ده ويكون محترم وهو في الحقيقة غير محترم، لأنه فرق كبير بين الإمام اللي بيعم الناس الآن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان بيشرع للناس بيبين لهم، فكانت أعماله تشريع، فلو استقر واستمر صلى الله عليه وسلم على طول لكنا قلنا لو لم يقرأ بألف لام ميم تنزيل تبطل صلاة الصبح، ولكن النبي كان لابد أن يتركها
أحيان كثير عشان يبين أنها ليست من الضرورة، ولكن كان غالبا يواظب عليها عشان يبين أنها سنة. والذي منعه من المواظبة هو البيان، هو البيان فقط. ويسن في صبح، في صبح يعني في صلاة الصبح، في السور طوال المفصل، طوال المفصل من الحجرات لحد أو قاف، من الحجرات أو من قاف إلى البروج، كل دي طوال المفصل أو ما يعادلها، سورة الحجرات، سورة قاف، سورة الذاريات، سورة الطور، النجم، القمر، وانت ماشي بقى كده، كل دي اسمها طوال المفصل. يسن في صلاة الصبح انك تقرأ سورة بمثل هذه السور او بقدرها من الطوال. وفي ظهر قريب منها، وفي صلاة الظهر يقرأ قريب منها. متوسط المفصل من المطففين لحد آخر البينة، متوسط المفصل، ومن الزلزلة إلى الآخر قصار المفصل، قصار المفصل من سورة الزلزلة للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المغرب يقرأ بقصار المفصل، ولكن أحيانا أطال في المغرب لدرجة قرأ سورة الأعراف كاملة في المغرب على ركعتين، الأعراف 10 تربة، فقرأ في المغرب ليبين أن قصار المفصل التي كان يواظب عليها في المغرب ليست بالضرورة، ولكن إذا كان في ظروف تتيح له أن يطيل في المغرب لا بأس، بشرط ألا يكون بين المأمومين من يكره الطول. فإذا كان في جماعة محصورة وناس لا تكره الإطالة، له أن يطيل حتى ولو في المغرب، حتى ولو في المغرب. ولكن كان غالب أحوال النبي كان في صلاة العصر وفي صلاة المغرب كان يقرأ بقصار المفصل أو ما يعادله. وفي ظهر قريب منها، وفي عصر وعشاء أوساطه، وفي مغرب قصاره، وأوله من الحجرات على المعتمد، لأن في قول بيقول لك من قاف اللي هي اللي بعد الحجرات، وأوله يعني أول المفصل من الحجرات على المعتمد، سمي بذلك لكثرة الفصل فيه بين سوره. والحكمة فيما ذكر ليه بيطول في الصبح، أن وقت الصبح طويل مع قصر صلاته فناسب تطويله. الصبح أصلا وقته طويل والناس نايمة وعايزة تقوم تستعد، وبعدين عدد ركعاته أقل ركعات في الفرائض كلها، فده كل ده يناسب التطويل، تقوم ما تطول اللي يستيقظ يدركك، وفي نفس الوقت تاخد راحتك في الصلاة شوية، لأن الصلاة أصلا عدد ركعاتها قليل، ركعتين بس، فيناسبها التطويل من كل الجهات مع طول وقته، ساعة ونص على ما تطلع الشمس، ساعة ونص تقريبا، فيبقى بدري أوي، فهتخلص الصلاة كده وتقعد تعمل إيه؟ فالأحسن تطيل. وربنا سبحانه وتعالى كمان حث على قراءة قرآن الفجر وقرآن الفجر اللي هي صلاة الفجر. ناس فاكرة قرآن الفجر يعني القراءة اللي بيقراها الشيخ بين الأذان والإقامة، لا، قرآن الفجر هي صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي إن صلاة الفجر كانت مشهودة. وسميت الصلاة قرآن من باب إطلاق البعض على الكل، لأن بعض الصلاة فيها قرآن، فمن باب إطلاق البعض على الكل فسميت قرآن. كما أن الركعة تسمى ركعة مع أن الركوع فيها جزء من الركعة، من باب برضو إطلاق الكل. وساعات يقول لك اسجد سجدتين، سجدتين يعني اركع ركعتين، يبقى برضو من باب إطلاق البعض على الكل. هذا كله في لغة العرب على سبيل التوسع. والحكمة فيما ذكر أن وقت الصبح طويل مع قصر صلاته فناسب تطويلها، ووقت الظهر طويل مع طول صلاته وكونه وقت نشاط فناسب فيه قريب من الطوال. وقت الظهر برضو الناس في عملها، مش كده برضو، والناس نشيطة، فتطول يناسب انك تطول في وقت الظهر شوية، ليه؟ علشان الناس تلحقك تترك عملها ويروحوا يتوضوا وييجوا ينضموا للجماعة، فما تضيعش عليهم الصلاة. انما لما يجي يقيم الصلاة ويقرأ بسرعة وكله بسرعة بسرعة، تلاقي الناس ما تدركش الصلاة خلف الإمام، على ما يجوا يتوضوا وينزلوا يلاقي الإمام بيسلم، يبقى كده ضيع على الناس
الجماعة الأولى والجماعة الأولى أفضل الجماعات، بالرغم إن الوقت ممتد إلا أن الجماعة الأولى أفضل الجماعات. وعلشان كده الإمام لازم يراعي النصح للمسلمين، ومن باب النصح للمسلمين إنه يطيل الركعة الأولى عشان الإنسان يدرك، كمان يطيل الركعة الأولى ويطيل ركوع الركعة الأولى ويطيل قيام الركعة الأولى على الركعة الثانية، ويطيل الثانية على الثالثة، ويطيل الثالثة على الرابعة، ليه؟ لعل واحد جاي بيمد في أول الشارع يدرك حاجة من الصلاة. إنما لما يبقى كله كده كله سريع ما يلحقش حاجة، حتى ولو جار المسجد ما يلحقش. ووقت العصر والعشاء طويل مع طول صلاتيهما وكون وقتهما ليس وقت نشاط. تملي وقت العصر بقى انت راجع من شغلك تعبان همدان وعايز بقى ترجع تروح بيتك تاكل لك لقمه استريح شويه، مش كده برضو؟ يبقى ده يناسبها انك تقصر، عشان الناس جايه بقى من الشغل تعبانه ويمكن ما طلعش بيته وقال اما اعدي على الجامع اما اصلي العصر، فيوم ما بيعدي على الجامع تروح انت شقط ومطول تعمل مشاكل وخناقه، لان هو جاي تعبان برضو عايز يصلي ويطلع بقى ياكل لقمه ويستريح شويه. وقت العشاء كذلك تبقى الناس بقى عايزه تنام وتستريح، مع ان بقى زماننا احنا العرف تغير. العرف الان وقت العشاء بقى وقت سهر، يقول لك بعد العشاء يحلى الكلام والفرفشه على العرف بتاعنا، والنبي يقول لا ثمر بعد العشاء، واحنا نقول اين تذهب بعد ايه هذا المساء. يبقى تغير العرف والناس اصبحت يعني تحب تسهر خلاص طبيعتها كده ما جراش حاجه. فيبقى اذا كانت الناس بقى بتحب تسهر طب تعالى بقى يا امام طول لهم شويه في العشاء. لكن كان زمان الناس ما عندهمش كهارب والحياه في الليل ظلام، ويجي وقت العشاء خلاص بقى البني ادم من دول عايز بقى يستكن في بيته يصلي العشاء بسرعه كده ويستريح وينام ياكل لقمه وينام عشان يلحق يقيم الليل او يصلي الفجر. نظام واقع الحياه كان مختلف عن واقع الحياه بتاعنا، فكان يناسب زمان ان تبقى العشاء قصيره كالعصر. لكن احنا بتاعنا دلوقتي ممكن بقى ايه اهدي بقى ايه تغيير الخطاب الديني، واخد بالك؟ الخطاب الديني تغيره يعني ايه؟ يعني تنظر لواقع الناس وتحاول تستفيد من واقع الناس بانك انت تعدل في بعض الاحكام اللي هي من روح الشرع، اللي هي برضه من روح الشرع، بس برضه بشرط ما تطولش قوي وتعمل زي تقوم تزعل الناس منك. انا ما بطولش قوي والله، انا ساعات بجيب ربع وخلاص، لكن في ناس بيعتبروني كانوا زمان في قايتباي، الحمد لله اهل المقطم ربنا مهديهم علي، كانوا في المنيل في قايتباي اما اصلي بيهم اصلي بيهم ربع حتى في الركعتين. هم الناس بتحبني او كل حاجه، لكن لا احبك ولا اقدر على بعدك. كانوا يتخانقوا معايا وفي نفس الوقت يقدموني للامامه، طب ما تسيبوني يا جماعه اعتقوني لوجه الله، لا يسيبونا امهم براحتي ولا يسيبوني ما يأمهمش. طب انتوا عايزين مني ايه؟ ولو اغيب من الجامع يبعتوا لي في البيت مراسيل، طب عايزين مني ايه بقى؟ لكن اهو كنا ممتحنين مع بعضنا كده. لكن هي الحقيقه انك انت يعني ما تطولش، لكن برضه في نفس الوقت سمع الناس قرآن. الناس دلوقتي للاسف يعني ما بتسمعش القرآن سماع انصات الا يمكن في وقت الصلاه، لكن غير كده هو بيشغل اذاعه القرآن ويبقى مشغول مع حد، يروح يحضر ميتم ويبقى القرآن شغال ومش منصت للقرآن قوي لأنه عنده مواعيد ومستني الربع يخلص عشان يمشي والحاجات اللي بتحصل دي كلها. فيمكن مفيش إلا وقت الصلاة بس اللي أنت بتخطف البني آدم من نفسه وبتخطف نفسك أنت من نفسك، وتحاول بقى تنصت شوية لكلام ربنا لعل ربنا يعني ينزل تجلية عليك. ولا شك أن أفضل قرآن هو ما تسمعه في الفريضة أو ما تقرأه في الفريضة، لأن هي أفضل عبادة. ووقت المغرب قصير فناسبه القصار، وهذا في غير المسافر. كل ده بقى في غير المسافر، انما لو انت مسافر وبتجمع المغرب والعشاء والناس مسافرين ما تطولش بقى، ما تطولش، الاتوبيس واقف والقطر هيقوم والطياره مش عارف ايه وما تعملناش مشكله بقى، مش كده برضو؟ يبقى كله قصير بقى، يبقى وقت السفر كل الصلاه قصيره، القصار مفصل كله. تقرا الفاتحه قل والله احد، الفاتحه وراء ان اعطيناك الكوثر وخلص، واخد دي في السفر. والنبي كان يعمل كده في الغزوات، كانوا يصلوا في الغزوات ويسافروا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر كثيرا صلاته. عشان كده اللي قال لك ان الرسول قرأ مثلا والتين والزيتون في العشاء كان في سفر، واللي قال لك ده قرأ اذا زلزلت الارض في العشاء يبقى كان في سفر، لما قرأ مثلا البروج كان في سفر، طب لما قرأ الاعراف كان في اقامه في المغرب، وهكذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي، واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى داخل الصلاه يريد اطالتها فيسمع بكاء الصبي
فيقوم ايه يقصر حتى لا تفتن الأم بابنها، عشان الأم بقى قلبها هيبقى مع ابنها، سمعها بيعيط وعايزة الصلاة تخلص، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يغير ما نواه من الإطالة. كل دي يجب أن أي إمام بيصلي بالناس يراعي مثل هذه الأشياء. سددوا وقرروا. أما هو يعني المسافر فيقرأ في صلاة الصبح وقيل في جميع صلاته بالكافرون والإخلاص تخفيفا عليه، ويكره ترك قراءة السورة كما قاله ابن قاسم في شرح. طب ولو ترك السورة يعني قرأ الفاتحة بس وركع في الركعات كلها، صلاته صحيح ولا يسجد للسهو، لكن مكروه لأنه كده يعني بخل على نفسه بفضيلة القرآن وسنية قراءة القرآن. قوله بعد الفاتحة يبقى بيقرأ السورة معادها إمتى؟ بعد الفاتحة، فما ينفعش يجيب السورة قبل الفاتحة، حتى لو جابها قبل الفاتحة يقوم يقرأ الفاتحة ويجيب سورة تاني لأن ده معادها. فهمت إزاي؟ يبقى لازم إيه تكون بعد الفاتحة. لكن بعد سكتة، انت احنا قايلين ان بعد الفاتحه بعد الضالين سكته لحظه كده يبلع ريق وبعدين يقول امين، وبعدين سكته طويله بقدر ما يقرا الماموم الفاتح، وبعدين بعد كده يشرع في قراءه السوره. وتقدم انها في حق الامام في الجهريه بقدر ما يسع فاتحه الماموم بالسكته ويشتغل الامام فيها. طب والامام بقى في السكته دي يعمل ايه؟ قاعد مستني الماموم يقرا الفاتحه يعمل ايه؟ يا اما يشغل نفسه بدعاء أو بقراءة، يقرأ أي سورة في سر، يقرأ من السورة اللي هيقولها يقول آيتين ثلاثة كده، وبعدين بعد كده يروح داخل على الرابعة رافع صوته فيه ويعلم، ممكن يقول قل هو الله أحد وبعدين يبدأ القراءة الثانية، لأن عدم ترتيب السور في القرآن مش مطلوب، إنك يعني مراعاة ترتيب السور مش مطلوب، لكن مراعاة ترتيب الآيات داخل السورة هو المطلوب. واضح؟ فدي سهلة يعني. ويشتغل الإمام فيها يعني في السكتة الطويلة دي بدعاء أو قراءة، وهي أولى، القراءة أولى، أولى من الدعاء. يعني احنا قلنا السكتة دي الإمام يا يدعي يا يقرأ، طب أيهما أفضل؟ يقول لك القراءة، لأن ده وقت قراءة مش وقت دعاء. وتقدمت بقية السكتات الست، في سكتات للإمام في صلاته ست سكتات، بعد تكبيرة الإحرام سكتة بيقول فيها دعاء الافتتاح، وبعدين بعد كده في الفاتحة، وبعدين سكتة قصيرة، وبعدين يقول آمين، وبعدين سكتة طويلة، وبعدين يقرأ السورة، وبعدين سكتة قصيرة بقدر سبحان الله، وبعدين يقول الله أكبر ويركع. دي السكتات اللي هي بتاعت الإمام. قوله لإمام ومنفرد، يعني يسن قراءة السورة دي لإمام ومنفرد، يعني المأموم لا يقرأ إلا الفتح فقط، ولكن لا يقرأ السورة المأموم إلا لو كان في مكان بعيد في المسجد متسع وكثر الازدحام وخفض صوت الإمام فلا يسمع، فلك أن تنشغل بقراءة السورة لنفسك. واضح؟ يعني بتصلي خارج المسجد متسع قوي والصوت مش واصل لك، فانت بدل ما تقعد ساكت كده اقرا الفاتحه وسوره، لكن لو انت سامع الامام فلا تقرا الا الفاتحه وتنصت له في السوره. اما الماموم فلا تسن له سوره للنهي عن قراءته لها، ولان قراءه الامام قراءه للماموم فيسمع قراءه امامه ويقرا الفاتحه في سكته الامام المتقدمه، ولا يقارن الامام في قراءه الفاتحه الا ان خاف فوات بعض الفاتحه. لو هو عارف ان امامه ما بيسكتش سكته طويله تكفي الفتحه، له ان يقارن الامام في الفتحه، بل وله ان يسبقه كمان. شوف قد ايه، المهم يقرا الفتحه. لكن لو الامام بيسكت سكته طويله وانت عارف، يبقى يكره لك مقارنه الامام، لان تمشي على القاعده، لان مساواه الامام مكروه، تتلو على القاعده الاصليه. فإن لم يسمع قراءة إمامه لصمم أو بعد أو لإصرار إمامه، هو قال لك المأموم ما يقراش السورة يسمع إمامه، قال لك طب افرض ما بيسمعش الإمام لأنه أصم مثلا، أصابه صمم في أذنه، أو لأنه في مكان بعيد فلا يسمع صوت الإمام، أو لأن الإمام نفسه أسر نسيانا في موضع الجهر، أو هي صلاة سرية أصلا
يبقى في الحالة دي هيقرأ السورة. أو بعد أو لإصرار إمامه، دي كلها السور اللي فيها الإنسان ما يسمعش القراءة. ولو في جهرية أو سمع صوتا ولم يفهمه، أو سامع قراية الإمام لكن همهمة مش فاهمة، مش فاهم هو بيقرأ في أي سورة، يبقى برضه يقرأ هنا سورة. قرأ السورة إذ لا معنى لسكوته، لأن سكوته للإنصات، فإذا انتفى الإنصات يبقى يقرأ السورة أحسن. ولو سبق الإمام بالأولتين من صلاة إمامه، ولو سبق المأموم بالأولتين من صلاة إمامه وتداركهما بعد سلامه، قرأ السورة فيما تداركه إن لم يكن قرأها فيما أدركه مع الإمام، ولم تكن سقطت عنه لكونه مسبوقا لئلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر. يعني بيقول لك لو أنت أدركت الإمام في الركعتين الأخرانين من صلاة العشاء هتقرأ فتحة، فلو الإمام وأنت قريت فتحة والإمام بيقرأ فتحة والمفروض بيركع، افرض الإمام بيقرأ الفتحة بالراحة شوية وأنت بتقرأها بسرعة، فقرأت الفاتحة ولسه الإمام ما ركعش، فأنت انشغلت في قراءة سورة وجاء الإمام ركع، ركعت معاه، وفي الركعة الرابعة بالنسبة للإمام والتانية بالنسبة لك عملت كده برضه، فقرأت فتحة وسورة، يبقى لما الإمام يسلم هتجيب بعد كده ركعتين بفتحة بس من غير سورة. لكن افرض الإمام وقفته على قد الفتحة بس وأنت أدركته في الركعة الثالثة والرابعة، فيا دوب قريت الفتحة بس يقول الله أكبر تركع معاه، وفي الركعة كذلك جه الإمام سلم قمت أنت، بالنسبة لك تجيب الثالثة والرابعة، والثالثة والرابعة ما فيهاش سورة، لا هنا اقرأ سورة بقى، اقرأ سورة لئلا تخلو صلاتك من سورة. واضح؟ يبقى في سور الإنسان يقرأ فيها سورة في الثالثة والرابعة لو كان مسبوقا وفاتته في الركعتين الأوليين قراءة سورة مع الفاتحة. فإن كان قرأها فيما أدركه مع الإمام، لم يقرأها فيما تداركه، زي ما قلت لك لو لحق وقرأ فتحة وسورة، لأن الإمام بيقرأ الفتحة ببطء شوية يبقى خلاص لما يجيب بعد كده ما يجيبش سورة خلاص. وكذا إذا كانت سقطت عنه لكونه مسبوقا، كأن وجد الإمام راكعا فأحرم وركع معه، ثم بعد قيامه من الركعة نوى منه المفارقة ووجد إماما آخر راكعا فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه، فقد سقطت عنه السورة في الركعتين كالفاتحة لكونه مسبوقا فلا يقرأها في باقي صلاته. مدي لك صورتين هنا، صورة تانية انك انت ادركت الامام في ركوع الركعة الاخيرة، في ركوع الركعة الاخيرة يبقى سقطت عنك الفتحة والسورة كمان، لان قراءة الامام لك قراءة خلاص مش كده برضو، ودي السورة الوحيدة للامام المأموم لا يقرأ فيها فاتحة، اللي هو لو ادرك الامام راكعا وتتحسب ركعة، خلص الحمد لله الإمام الصلاة بتاعته وراح مسلم، أنت قايم بقى بتجيب الركعة الثانية بتاعتك أو وتكمل صلاتك، فرحت قايم كده واقف هتشرع في قراءة الفاتحة، لقيت في إمام تاني بيصلي جماعة جنبك بيركع، فلك أن تنوي الركوع الائتمام به وأنت في مكانك وتروح راكع معاه، ويبقى سقطت عنك الفتحة وسورة في الركعة الثانية كمان. فهمت ازاي؟ في الصورة دي، الصورة دي. وفي الحالة دي يبقى لما يجي تجيب بقية الركعات الأخيرة مع الإمام بقى، يبقى مش مطلوب إنك أنت تقرأ صورة بعد الفاتحة، لأن خلاص سقطت بقراءة الإمام. على ألا تكون متقدما عليه عند مذهبنا. يعني تفضل بمكانك على أن يكون الإمام متقدما عليك بس. لكن لو الإمام متأخر عنك سمعه وفي آخر المسجد ما ينفعش تأتم لي، يبقى في الحالة دي مش هينفع تنضم لي. هو بقى علشان عايز يدرك الاقتداء والجماعة يبقى صلاته كلها جماعة، بدل ما تبقى صلاته هو أدرك الجماعة كفضيلة لكن لم يدرك الجماعة ككمال، لأنه صلى ركعة واحدة مع الإمام والباقي منفرد، فهو أدرك فضيلة الجماعة لكن ليست كاملة، فهو عايز يبقى صلاته كلها جماعة فيقوم يعمل كده حتى يدرك فضيلة الجماعة في كل الركعات. قوله
في ركعتي الصبح وكذا الجمعة. بيقول يقرأ السورة في ركعتي الصبح بعد الفتح، في ركعتي الصبح وأولتي غيرها. فبيقول لك مش ركعتي الصبح بس، الشيخ هنا بيختصر يعني كمان الجمعة، ركعتين الجمعة مش كده برضو، ونحوها زي ايه؟ زي ركعتين العيد سنة العيد، وزي ركعتين الاستسقاء، وزي ركعتين الكسوف والخسوف، كل دي ركعات بيقرأ فيها سورة ونحوها، وصلاة التطوع أيضا، فيقرأ السورة في جميع الركعات إن صلاه بتشهد واحد، وإلا لم يقرأها بعد التشهد الأول على أوجه الوجهين. يعني أنا هصلي 4 ركعات سنة الظهر القبلية، ليا 3 طرق لصلاة 4 ركعات سنة الظهر القبلية وكلها صحيحة. أفضلها إن أنا أصليهم ركعتين ركعتين، أصلي 4 ركعات سنة الظهر القبلية ركعتين ركعتين، أفصل بينهما بسلام. ليه؟ لأن الركعتين ركعتين هتبقى ثوابهم أكتر. ليه؟ لأن كل واحدة هيبقى عندي تكبيرتين إحرام بدل تكبيرة إحرام واحد، مش كده برضه؟ وهيبقى عندي سورة في كل ركعة، وال4 ركعات قد يكون في سورة بس في الركعتين الأوليين، ومش كده وبس، وعندي تشهد كامل فيه صلاة على النبي والآل وفي تسليم. ولكن لو جبت 4 ركعات مش هيبقى إلا التسليم مرة واحدة، والتشهد مش هيبقى كامل إلا مرة واحدة، مش كده برضو؟ يبقى الأفضل السور إن أنا أصلي ركعتين ركعتين، دي أفضل السور. طيب السورة الثانية في صلاة ال4 ركعات سنة الظهر القبلية أو سنة العصر القبلية، إن أنا أصليهم 4 ركعات مرة واحدة بتكبيرة إحرام واحدة. تقول نويت صلاة 4 ركعات سنة الظهر القبلية، الله أكبر. وفي الحالة دي عايز تقرأ فاتحة وسورة في ال4 ركعات، يبقى خلي تشهد واحد في الآخر. عايز تقرأ فاتحة وسورة في ال4 ركعات، يبقى خليه تشهد واحد في الآخر، ما تتشهدش في الوسط. واضح؟ ودي صلاة صحيحة. وبيلجأ ليها دي مين؟ اللي عليه ورد قرآني ومش فاضي يقرأ قرآنه بره لأن وقته ضيق وبيقرأ جوه صلاته. كان مشايخنا كده، كانوا مشايخنا مش فاضيين يقرأ أورادهم القرآنية فكانوا يحطوها في صلواته. فيبقى في الحالة دي يعمل، يروح جايب ال4 ركعات مرة واحدة ويقرأ في كل ركعة فاتحة وقرآن على أساس إيه؟ من ورده. بدل ما يقرأ فاتحة وقرآن ركعتين والتانيين ما يقراش عشان هو عايز ينجز. كان الشيخ عامر يقرأ ربع في كل ركعة، سواء فرد أو سنة، على طول طول اليوم، فيختم يقرأ ال4 أجزاء في اليوم كده على طول، ماشي جدا على طول. الشيخ عامر رحمه الله وغيره، كان ناس كثيرين بهذه الصورة. يبقى في الحالة دي لو عايز تقرأ فاتحة وسورة وهتقرأ 4 ركعات مرة واحدة، يبقى ما تقولش تشهد في الأوسط. والطريقة الثالثة اللي هي برضه صحيحة، إنك تصليها زي الظهر بالظبط، 4 ركعات وتقرأ تشهد أوسط، وتقرأ فاتحة وسورة في الركعتين الأوليين، والركعتين الأخيرتين تقرأ الفاتحة بس. يبقى كل دي سور جائزة. فيقرأ السورة في جميع الركعات إن صلاه بتشهد واحد، وإلا لم يقرأها بعد التشهد الأول على أوجه الوجهين. يعني لو قرأ تشهد أوسط و4 ركعات في وجهين عندنا، الأوجه إن تبقى زي الفريضة، ما يقراش فتحة وسورة، ما يقراش سورة بعد الفتحة في الركعة الثالثة والرابعة، ده الأوجه. ولكن في وجه آخر إن هو يعمل إيه؟ إن يقرأ الفتحة وسورة في كل ركعة، بس يخلي السورة اللي في الركعة الثانية أكثر من إيه؟ من الأولى، واللي في الثالثة أكثر من اللي في الثانية، واللي في الرابعة أكثر من الثالثة بس. وأولتي غيرها، وهو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا فرق بين الصلاة السرية والجهرية في إيه؟ في قراءة، في طلب قراءة السورة بعد الفاتحة يعني. ولو فتته السورة في الأولتين تداركها في باقي صلاته. افرض نسيت انت تقرا السوره في الركعتين الاوليين، قريت الفاتحه وركعت، وبعدين ايه جبت الركعه الثانيه الفاتحه وركعت، وبعد كده انت افتكرت قلت انا ما قريتش السوره، تجيبهم بقى في الثالثه والرابعه، ما يدورش.
وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة، إنما ذكر ذلك ثانيا لأجل التفريع الذي بعده، وهو قوله فلو قدم السورة إلى آخره، فلا يقال هذا تكرار من غير نكتة، يعني من غير أي سبب وجيه. فلو قدم السورة عليها لم تحسب، لم تحسب سنية قراءتها، لكن تحسب قرآن، لكن مش سنة قراءتها. فعليه يقرأ الفاتحة ويجيب سورة تاني. لم تحسب أي السورة التي قدمها على الفاتحة ويعيدها بعدها إن أراد تحصيل السنة. بعد كده انتقل إلى هيئة أخرى من هيئات الصلاة، وهي التكبيرات عند الخفض للركوع والرفع، أي رفع الصلب من الركوع، وقول سمع الله لمن حمد حين يرفع رأسه من الركوع، ولو قال من حمد الله سمع له كفى، يعني عكس احنا الوارد سمع الله لمن حمد، هو بقى يعني عايز ينبه المصلين لان بيناموا وراه، فعايز يغير رتم الصلاه عشان الناس تنتبه، فقال بدل سمع ايه راح عكسها، قال ايه من حمد الله سمع له كفى. بس هيتخانقوا معاه هيتخانقوا معاه بعد الصلاه، لكنها تكفي. الاولى انك انت ما تخرجش حتى من كتب الفقه على السور دي كلها، انك تحاول تنفذها، انت تنفذ المعروف علشان خاطبوا الناس على قدر عقولهم، ما تلخبطهمش، خليك راجل كده ايه يعني مريح مع الناس. ومعنى سمع الله لمن حمده اي تقبل الله، سماع قبول يعني. طب ما ربنا بيسمع السر واخفى، امال ايه سمع الله لمن حمده؟ ما لو حمد وحمدش ربنا سمع. وسمع هنا مش معنى سمع يعني ادرك سماعا، معناه قبل، قبل، واخد بالك، يعني معناه القبول. سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده وجازاه عليه، وقول المصلي ربنا لك الحمد إنما إذا انتصب قائما. كل دي من إيه؟ من الهيئات اللي هي تكبيرات الانتقال، وقولك سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد، وإيه والتسبيحات في الركوع وفي السجود، كل دي من هيئات الصلاة. فبيقول هنا قول والتكبيرات ويسن مدها حتى يصل إلى الركن المنتقل إليه. الشافعية اختاروا مد تكبيرة الانتقال وجزم تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ما يطولش فيها لأن دي محتاجة نية ومش عايز تعزب النية عنها، فلو طولها ممكن النية تهرب من جزء منه، فيقوم يجي في تكبيرة الإحرام اللي هي الأول خالص يقول الله أكبر، مش مد خالص عشان تبقى ماشية مع النية كويس. طيب تكبيرات الانتقال بقى اختار الشافعية ان تستغرق الركن كله اللي هي الحركة كلها حتى لا تخلو حركة من ذكر، فانت بتهوي ساجدا تبتدي تقول الله، من اول ما تبتدي تهوي تقول همزة الله وراء اكبر لما راسك تلمس الارض عشان لا يخلو الحركة كلها من ذكر، ده اختيار الشافعية. المالكية قالوا تقولها عند آخر الحركة، فيقولها جزما برضو المالكية، وعشان كده ساعات تصلي مع بعض الأئمة تلاقيه ينزل ساكت حد ما قرب ما يوصل يقول الله أكبر، ده مالكي ده، لكن الشافعية من أول ما يبتدي حيهوي يقول لك الله أكبر، راء أكبر دي تكون دماغه وصلت للأرض، يبقى ده اختيار الشافعية حتى لا تخلو حركة من ذكر، حتى لا تخلو ايه حركة من ذكر. والتكبيرات ويسن مدها حتى يصل الى الركن المنتقل اليه، وان اتى بجلسة الاستراحة لئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر. احنا عارفين جلسة الاستراحة دي بتبقى بعد الركعات الوتر، بعد ما بتخلص الركعة الوتر وقايم للركعة اللي بعدها، يعني ايه الركعات الوتر؟ الأولى والثالثة، الأولى والثالثة اللي هي الركعة التي لا يعقبها تشهد يسموها ركعة وتر. الظهر ده الركعة الأولى لا يعقبها تشهد، والثالثة لا يعقبها تشهد، يقوم يعقبها جلسة استراحة، تقوم تجلس كأنك هتقرأ التشهد لحظة كده وبعدين تروح قايم. كان هذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جلسة الاستراحة اللحظة دي
يقوم يفضل يقول الله اكبر من اول ما يرفع لحد ما يجلس جلسه استراحه ويقوم كمان، يقول لك اه يعمل كده، يعمل كده الله اكبر عشان تستغرق الجلسه والقوم. طب افرض قال الله اكبر وقعد جلسه الاستراحه، لا يسن له ان يعيد التكبيره ثانيه وهو يقف، وهو بيقف خدت بالك؟ خلاص طالما خلصت ما يعيدش بقى تكبيره ثانيه. ادي كلام الشيخ يعني. فلو لم يمد التكبير وقت جلوسه للاستراحه لم ياتي بتكبيره ثانيه، بل يشتغل بذكر اخر ولا يقوم ساكتا، لان الصلاه لا يطلب السكوت فيها حقيقه. قال لك طيب لو هو قال الله اكبر وجلس جلسه الاستراحه، او قال الله اكبر وجلس على انها تشهد وبعدين افتكر انها ده مش مكان تشهد، تحصل الواحد ساعات يبقى سرحان، يوم ساعتها يروح واقف وهو واقف يقول ذكر تاني غير التكبير، يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، لئلا تخلو حركة من ذكر. كويس، ده كلام الشيخ يعني. لأن الصلاة لا يطلب السكوت فيها حقيقة، وهذا في تكبير الانتقالات. وأما تكبير التحرم اللي هي الإحرام بقى، فإنه يندب الإسراع به، تبقى جزمة كده سريعة في الإحرام حتى لا تعزب النية عنها، ما تبعدش عنها النية لئلا تزول النية. ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما، إن كان إمام يجهر بالتكبيرات عشان الناس تسمع، تقوم تتحرك معاه ليسمعه المأمومون، أو مبلغا إن احتيج إليه، بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين. يا إما الإمام يجهر جهر يسمع المأمومين، فإن كان جهر الإمام لا يسمع كل المأمومين، فله أن يعين مبلغ يبلغ الناس ويرفع صوته بقصد الانتقال لا بقصد إسماع الناس، وإلا بطلت صلاته. ولو رفع صوته المبلغ بقصد إسماع الناس فقط بطلت صلاته جزما، لأنه صار كأنه كلام خارج عن الصلاة. فإن قصد الذكر مع إسماع الناس صحت صلاته، والأولى أن يقصد الذكر فقط مع رفع الصوت عشان ما يبقاش كأنه بيعمل عمل خارج عن الصلاة. واضح؟ كذا قال المحشي. الكلام ده كله التفاصيل ده في مذهب الشافعية. الأحسن يجي واحد يروح مبلغ وبعدين تقول له أنت قصدت تعمل إيه؟ ولا كنت قصدت أسمع الناس، ما تقولوش قوم عيد الصلاة، لأن ده على مذهب الشافعية بس. فهمت ازاي؟ في مذاهب تانية تصحح صلاة، في مذاهب تانية كالمالكية والأحناف يصححون صلاة. مش كده تلاقي المسلمين مستورين، الحمد لله مستورين خالص، يعني أمة مستورة محكومة. اللي يضيق على الناس هو ده اللي مش فاهم الدين ماشي ازاي. كذا قال المحشي، اوعى تقرا المحشي. كذا قال المحشي اللي هو كاتب الحاشيه يعني، اللي هو البرماوي يعني، لانه لا حاشيه قبل الامام البيجوري. وظاهره ان الامام يجهر وان لم يحتج اليه. وقيد الشبرمليسي كلا بالاحتياج وهو الظاهر، ويقصدان الذكر وحده أو مع الإعلام، لا الإعلام وحده لأنه يضر. أهو الحمد لله جابها، الحمد لله جابها الشيخ. أهو يبقى يقصد الذكر وحده أو الذكر مع الإعلام، فإن قصد الإعلام وحده ضر، ضر يعني إيه؟ يعني بطلت صلاة. خدت بالك؟ وكذا الإطلاق في حق العالم. يعني إيه الإطلاق؟ تيجي تسأل الراجل أنت ليه رفعت صوتك؟ يقول لك والله ما أعرفش، أنا قلت كده أكمل صلاتي وأقول الناس برضو تسمع، لكن ما كنتش قصد حاجة معينة. يبقى ده اسمه الإطلاق، يعني رفع صوته مطلقة، لا قصد الذكر وحده ولا قصد الإبلاغ وحده ولا قصد الاثنين مع بعض. ده هو عملها كده تلقائي لما لقى الجمع متسع، وراح عملها تلقائي كده. فيبقى برضو لا يضر الجاهل ويضر العالم. العالم بقى بالمذهب نقول له لا عيد، ازاي تفوتك دي؟ ده انت راجل علامه، ازاي تفوتك دي؟ يقول يا نسيتها، ده انا قريتها زمان في الحواشي ونسيتها. نقول له طب عيد صلاتك. يبقى تضر العالم وما تضرش الايه؟ غير العالم. وكذا الاطلاق في حق العالم بخلاف العامي،
والعامي عند العلماء مين؟ الذي لا يعرف تفاصيل أحكام الصلاة، لكن عارف أحكام الصلاة إجمالا كده، لكن ما يعرفش التفاصيل. يعني هو بيصلي صلاة صحيحة وكل حاجة، لكن لما تيجي تسأله إيه أركان الصلاة ما يعرفش عدها. طب إيه مبطلات الصلاة؟ يقول لك حاجة واتنين وما يعرفش يكمل الباقي. طب لو نسيت مثلا في بتاع تعمل إيه؟ يقوم يجاوب بعضها صح وبعضها ناقص وبعضها غلط. ده اسمه عامي. يبقى ده اسمه عامي. وأحيانا يطلق العامي في باب قراءة الفاتحة ويقصد به من لا يحسن قراءة الفاتحة. وعشان كده يقول لك إمامة القارئ خلف العامي باطلة. يعني إيه؟ صلاة القارئ خلف العامي باطلة. لما يقصدوا صلاة القارئ خلف العامي باطلة يعني من لا يحسن قراءة الفاتحة. إذا كنت أنت تحسن قراءة الفاتحة وصليت مأموما بواحد لا يحسن قراءة الفاتحة فتبقى صلاتك أنت باطلة. طب والمأموم صلاته صحيح ما على قد ربنا قبل منه الصلاة على قده، لكن مش هيقبل منك أنت لأن أنت مش قد. يعني كل واحد ربنا هيسأله على قدر علمه. طب والعمي مع العمي ما أجراش حاجة، صلاتهم صحيحة حلوة كده، حلوة بركة. كان في واحد من الأولياء كان اسمه سيدنا داود العجمي. العجمي يعني ايه؟ من العجمة. كان لا يحسن القراءة، كان صوته كده يعني اما اتعلم العربية اتعلمها بلكنة الخواجات، فما يجي يقرأ كده يقرأ القرآن خواجاتي. وكان ولي، ولي له كرامات. فدخل سيدنا الحسن البصري لقى هو اللي هيصلي بالناس المغرب، فنوى المفارقة وصلى منفردا لوحده كده بعيد عنه. فجاله شاف رؤيا الليلة دي، سيدنا الحسن البصري شاف رؤيا، قال له لو صليت خلفه لغفر لك ما تقدم من ذنبك. فهمت ازاي بقى؟ يعني الواحد كده يسيبها على الله ما يدقش، المهم ما يبقاش لحم يبطل الصلاة. يعني مش مهم يبقى صييت، لكن ما يبقاش فيها لحم يبطل الصلاة. حتى لو ما بيقراها على الأد، بس فدل على أن العجمي ده، الأعجمي ده كان بيقرأها بلا لحن يبطلها، بس مش قراءة القراء يعني، لكن أهو عشان كده صلاته كانت صحيحة. فسيدنا الحسن البصري لأنه كان راجل رخم من الأولياء، ربنا إيه لحقه برؤية كده عشان يعرفه مقام سيدنا إيه اللي ترك يصلي خلفه. لحن يعني مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ده يبطل الصلاة. فهمت ازاي؟ أبو وهبة من أول ما فتحنا الجامع هنا وهو بيأذن يقول الله أكبر الله أكبر، ونشف ريه أقول له قول الله أكبر الله أكبر، ما فيش فايدة، خلاص هعمل إيه يعني؟ اسمتنا كده، فسايبينه يأذن كده خلاص. والأذان بالنسبة له صحيح، وحتى ربنا يكتب له ثواب الأذان. فهمت ازاي؟ لأن هو مش عارف يدرك الضمة دي، تقولها له هو تيجي تقول له الله اكبر الله اكبر، ما انا بقولها كده اه، حتى اسمع الله اكبر الله اكبر، يعني هو مش مدرك حته الضمه دي. في ناس كده يعني تبقى صلاته صحيحه دي خلاص، تيجي تحاول تعلم مش عارف يدرك، يعني هتقطعه بقى خلاص مش عارف يدرك. ما هو برضه عند الشافعيه العالم دي تبطل صلاتهم لو كان يقصد الابلاغ فقط. لا ما هو لو يقصد الذكر مع إطالته بنغمة علشان يشمل الحركة صلاته صحيحة. افرض أنت بتصلي مع نفسك حتى ما تبلغش حد وتقول الله أكبر، تحب تغنيها كده مثلا، ما يجراش، ما فيهاش حاجة. في ناس تحب كده يدندن الحاجة، ما يجراش حاجة. حتى في ناس تيجي تقرأ قرآن ويمكن ما عادش على الشيخ تلاقي رب نغمة جميلة، مش كده برضه؟ في ناس كده تحب لأن القرآن فيه موسيقى داخلية جواه كده جميل، بعض الناس بتعرف تطلعها وبعض الناس زي حالاتي ما يعرفش يطلعها. فهمت ازاي؟ فاللي بيعرف يطلع ما يجراش حاجة، مش مشكلة. بخلاف العامي ولا بد من قصد الذكر عند كل تكبيرة عند الرمل، ويكفي قصده في التكبيرة الأولى عند الخطيب. الخطيب الشرويني قال كفاية يقصد الذكر في التكبيرة الانتقال الأولى بس والصلاة كلها، لكن الرمل الإمام الرمل اللي هو كان يقول عليه الشافعي الصغير يقول لا، ده في كل تكبيرة انتقال يقصد بها الذكر.
أما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسران بالتكبيرات، ويكره لهما الجهر بها ولو من المرأة، ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من جهر الرجل بحيث لا يسمعها أجنبي كما قال في الجواهر. واضح؟ الكلام واضح. عند الخفض للركوع أي الهوي للركوع والسجودين، فقول الشارح للركوع ليس بقيد، ولو جعل كلام المصنف على إطلاقه أو عممه للركوع والسجودين لكان أولى وأحسن، وقول والرفع أي النهوض من السجودين، فدخل في كلام المصنف التكبيرات الخمس في كل ركعة. فقول الشارح أي رفع الصلب من الركوع صوابه من غير الركوع، وذلك الغير هو كل من السجدتين والتشهد الأول، ولعل لفظه غير سقطت من قلم الناسخ، وإلا فمعلوم أنه يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده كما صرح به بعد. يعني بيقول إيه؟ عند الخفض للركوع والرفع أي رفع الصلب من الركوع، وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، ولو قال من حمد الله سمع له كفى. أي قول المصلي ذلك إماما كان أو مأموما أو منفردا، يعني كلهم يقولوا سمع الله لمن حمده، خلافا طبعا للأحناف عندهم الإمام بس هو اللي يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد. كويس، ده الأحناف. الشافعية لا، كل يقول سمع الله، لأن سمع الله لمن حمده هي ذكر حركة الرفع من الركوع، وربنا لك الحمد ذكر القيام، يبقى كل حاجة ليها ذكرها. فهمت ازاي؟ يبقى حال الرفع ذكر سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد ده ذكر ايه؟ الانتصاب قائما بعد الرفع من الركوع. خدت بالك؟ يبقى كل واحدة ليها ذكر. ايوه، ما كل ده للامام او المأموم او المنفرد كله. فيستوي الكل في سن ذلك. واما خبر اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فمعناه قولوا ذلك ما علمتموه من قولكم سمع الله لمن حمده، ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده، ويسر بربنا لك الحمد. بربنا لك الحمد يجوز أنك تقول بربنا لك الحمد مع أن الباء حرف جر وتفتح على سبيل الحكاية، لأن هي أصلا ربنا لك الحمد، فأنت بتحكيها زي نطقها فما تجرهاش بالباء. فهمت إزاي؟ فتقول بربنا الله ليه؟ على سبيل الحكاية. الأذان حاضر، ونخلص السطر ده ونقف إن شاء الله. ويسر غير من مأموم منفرد بهما. نعم، المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام، ويسر بما يسر به الإمام، لأنه ناقل ومبلغ ما يقول كما قالوا في المجموع. فما يقع الآن من كون المبلغين يجهرون بقولهم ربنا لك الحمد فهو ناشئ من جهلهم وجهل الأئمة حين أقروهم على ذلك، وبالغ بعضهم في التشنيع على تارك العمل بذلك، ومحل التشنيع عليهم إذا كانوا شافعية. وإلا فعند الإمام مالك يجهر الإمام بالتسميع والمبلغ بالتحميل. فاللي شنعوا عليهم وقالوا لهم يا جاهلة ده تشنيع لو كانوا شافعية، لكن اللي بيعملوه ده كله صح على مذهب المالكية والأحناف. خدت بالك؟ قوله حين يرفع ظرف للقول المذكور، وسبب ذلك أن أبا بكر تأخر يوما فجاء للصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فقال الحمد لله، فنزل جبريل وقال سمع الله لمن حمده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل عند الرفع من الركوع. قول سمع له أو سمعه كما قاله في على التحرير، عندك كما قاله إيه؟ قف لام الزار في سقط، يعني على التحرير قول كفى، لكن الأول أفضل كما هو ظاهر. ونقف على قول ومعنى سمع الله لمن حمده إن شاء الله يوم السبت القادم، إن كان مش رمضان هيبقى فيه قيام التراويح بعد العشاء، مش كده برضو؟ بعد عشاء السبت، على إن يبقى الأحد أول رمضان. ده لو كان السبت 30 شعبان هيبقى أول ترويحات هتبقى بعد عشاء السبت، فهنحط الدرس ده في الترويحات، وبعد كده نوقف الدروس الفقه ونحل محلها أثناء الترويحات قراءة كتاب بهجة النفوس لسيدي أبو جمرة، إن شاء الله هنقرأه
في الترويحات. وإذا كان رمضان يوم السبت هيبقى خلاص، هيبقى هنصلي التراويح بعد عشاء يوم الجمعة ونصوم يوم السبت، لكن غالبا هنمشي تبع الايه ما هو يعني قاله علماء الفلك، وإن كانوا هم هيتحروا الرؤية يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك تكلم.